يا هلا مرحبا فيكم، عودة مجددة معاكم ومع برنامجكم كافيه شبابي. رجعنا لكم مرة ثانية وأكيد مستكملين حوارنا مع عبد الرحمن الرباح. بس عبد الرحمن ما أدري وينه، ما أدري إيش قاعد يسوي. أنا شدني حيل الموضوع، وايد شدني حيل الموضوع، عشان شي قررت أدخل بهالفقرة. نرجع نرحب فيكم، بس كنت قاعد آخذ جولة بين السيايير. يا أخي السيايير عجيبة، وايد حلوة صح؟ راح نعطونا واحدة واحنا ماشيين. ضروري نسافر فيها إن شاء الله. شاركت بس السيايير. حلو بسم الله. عموما نرجع نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الرباحي. أهلا مرحبا فيك ويانا من خلال كافيه شبابي. حياك الله. طبعا اسمي ترى على فكرة نادرا حيل إنه يكون أحد ضيوفنا نفس اسمي. الله وناسة. بالمختصر المفيد، احنا عشان ما نطول السوالف عندنا 10 أيام إجازة جايين قريبا، اللي هي عطلة عيد الأضحى. حلو. نبي نسافر، وين نروح؟ شوف عيد الاضحى انت اول شيء لازم تشوف الشباب وين شنو يحبون اكثر شيء، الاكتيفيتيز اللي يحبونها. أوكي. انا ودي بصراحه بشيء له علاقه في البحر مثلا، ونبي شويه شوبينج صح؟ انا ما ابي شويه شوبينج، انت تبي شويه كيفك. انا ابي شويه شوبينج وايد بحر. وايد شوبينج، وايد شوبينج مو شويه. انا بالنسبه حق الشباب الاكتيفيتيز اللي يحبون البحر انصحهم مثلا شرق اسيا، فيها وايد اماكن. تايلاند مثلا، تايلاند، ماليزيا، الامور هذه كلها. انزين اول شيء لان فيها وايد اماكن، وايد اكتيفيتيز تقدر تروح فيها، وفيها وايد جزر، والجزر يعني هي فيها حق ريلاكسيشن، فيها حق مثلا رحلات بحريه، الادفنتشر، الغابات، الامور هذه كلها، بالاضافه الى الشوبينج موجود. يعني شوف مو ترويج يعني سيء استاذ عبد الرحمن، بس سعر التذاكر غالي صراحه. اي الحين ضو الحين زي التذاكر. زين شو الحل؟ نبي وجهه تكون تذاكرها رخيصه صح؟ عهود شاركيني الراي. انا بقول لك نقطه، بقول لك مداخله. انا من ساعه استشفيت من حديث عبد الرحمن ان بدايه حواره قال حجزوا فنادق مبكر، حجزوا تذاكر مبكر، وايد حرص على كلمه مبكر، فاحنا لازم نركز على مبكر. ولا ايش رايك عبد الرحمن؟ اكيد هو اكيد الحجز مبكر، اكيد هذه وايد توفر عليك الاسعار. يعني اليوم انت لما انت بتتكلم بالنسبه حق عيد الاضحى موسم الكل بيسافر، اوكي، ف 200% الاسعار وايد نار يعني التذاكر. لكن اذا حجزنا حجزت الحزه اذا حجزت مبكر لا ممكن يعني السعر اللي بتغلى حق التذكره ممكن يتغلى حق تذكره وسكن يعني لهالدرجه، يعني لانه فوق الدبل. بالوضع هذا ممكن انت ايش تسوي؟ تختار انك تروح في شركات اللي هي مالت السياحه اوريدي حاجزه من قبل ومسوين باكج، اوكي؟ صدق انه يمكن الباكج هذا يعني ما يمشي معاك، لكن على الاقل تقدر انت ترتب وياهم، اوكي؟ ان تدخل بالباكج برنامج خاص فيك انت، اذا هم فليكس في الموضوع، لانهم اوريدي يكونون من فتره حاجزين المقاعد مالت الطيران واوريدي منزلين هم اسعارهم، فممكن هني تقدر انت ترتب وياهم. بس هذه مو دائما تضبط السالفه، اوكي، ومو دائما لان الاولويه حق شو اسمه، فما عندك الا انك يا تروح سياره. لا ما اكيد ما راح اروح تايلاند بالسياره. لا اكيد انزين. اوكي احنا ما نتكلم عن تايلاند، او انه يمكن لان هي المشكله وين؟ المشكله انه طلعتك من الكويت، بس هي مو من شو اسمه الزحمه في الزحمه من الطلعه من الكويت. لكن لو مثلا انت توصل حق مثلا دبي، فدبي خيارات الطيران اكثر، مثلا طيران تايلندي، طيرانات الباجيه ممكن، فهني العروض شويه تبتدي تصير اضبط شويه. اوكي حلو. بس هذه شو اسمه يعني الموضوع، فانت يعني محكوم في التذكره. تقدر انت شو تسوي؟ يا يعني انك تروح قبلها بيومين مثلا، تضطر انك تاخذ اجازه يومين قبلها وترد قبل نهايه الاجازه. اوكي يعني مثلا نهايه الاجازه يوم 19 او 20، ترد يوم 17، ممكن تحصل سعر معقول تعوضه في شغلات. يا اخي ارد تاريخ 15 مسافر. اي والله. زين شوف انا ادري ان وايد بنات الحين قاعد يتابعونا، وايد بنات يحبون انه يسافرون. انا ادري ان كل البنات اللي قاعد يتابعونا قاعد يدور بخذهم هالتساؤل هذا، وانا راح اساله لاني عارفه انتم شو قاعد تفكرون فيه. احنا كبنات نبي نسافر نستانس، نبي نروح مسارح، نبي نحضر حفلات غنائيه. لا نبي السوق. نبي بعد لا نبي نستانس، نبي نروح العاب، نبي نروح نشاطات، نبي نروح جزر، نبي نتمشى، نبي هواء حلو، نبي جو حلو. ريتويت، انا ريتويت. وفوق هذا كله
نبي مطاعم حلوه، نبي اكل حلو، ونبي نشوف حضارات واثار، وغير هذا كله نبي سوق 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 سوق، نبي نتسوق ونبي نشبع من السوق، نبي نشري اللي نبي. وشلون نوازن؟ شلون نوصل لمرحله ان اوازن بين السوق وفلوس السوق وبين السفره والوناسه مع بعض؟ اوكي، اول شيء لازم احنا نعزل الميزانيتين. الميزانية مالت السفرة والسكن والأكل وهذه والمواصلات، هذه شغلات أساسية. أوكي. لازم نتفق عليها أول شيء. بعيداً عن الشوبينج. إيه. الشوبينج هذه لأنها راح تفتح ويانا السالفة. أوكي. 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 لكن إحنا إيش نقول؟ نقول إنه بإمكاننا إحنا إيش نسوي؟ إذا اضطرينا إن نعدل بعض البنود اللي في مثلاً خلينا نقول الرحلات نكنسل كم رحلة وكذا على أساس نوفر حق الميزانية مالت الشوبينج، خاصة احيانا تكون انت رايح وشفت شيء يعجبك وودك تاخذه ما تقدر يعني كذا، فانت تشتري راح ينقص من ميزانيه ثانيه، فانا مثلا اكنسل. هني عاد تفتيد الاختيارات، بدال لا يوميا اروح رحله لا اروح يوم وترك رحله، اليوم الثاني اقضي بالكافيهات في المطاعم في مثلا بالريزورت على البحر سويمينج بول، الامور هذه المهم انه فيها ريلاكسيشن وفيها كذا وفيها اجواء، اطلع مثلا اماكن اللي تكون فيها يعني مناظر حلوة شلال الأمور هذه كلها استمتع فيها. أوكي، تكلفتها تكون أقل والمبلغ هذا يتحول حق البند مال المشتريات. مشكلة المشتريات عبد الرحمن تدري شنو؟ إنك وقت اللي تروح السوق تلقى أشياء متنوعة، يعني بين الغالي بين الرخيص بين المتوسط بين اللي تقدر عليه بين اللي ما تقدر عليه، فهني نطيح بمشكلة وايد كبيرة. يعني أنا والله أنا شخصيا وايد أفلس من السوق من أول السفرة وأقعد بعدين تالي السفرة، يعني ما يشتغل أتوهق. حلو، شوف أنا خليني أقول لك في شغلة، طريقة التسوق لازم يكون فيها لها تكنيك معين. اوكي، خلينا نقول ان احنا مثلا على سبيل المثال، حلو، في بعض الدول معظمها في مثلا محل معين موجود فيه كذا مجمع. أوكي. تمام، احيانا المجمعات تسوي اوفرات خاصه فيها. حلو، فاذا انا عندي وقت اني انا مثلا يعني اخذ لي اول مره الف لي لفه اشوف شنو المجمعات اللي فيها. ما يصير؟ لا لا لا، ما نقدر. ما تقدر؟ ما نقدر، السايزات تتخلص وبعدين مو موجوده. في قناعه عندنا بالسفر، اذا شفت الشيء ما خذيته خلاص راح اخذ عليك. هذه مشكله، هذه مشكله، هاي لازم تغير قناعاتك انت زين، لان احيانا هذه اللي هي يكون عندك وقت، اذا عندك وقت ها فتقدر انت مثلا بطريقه سريعه، خاصه اذا كانت المواصلات وايد سهله، مثلا خلينا نضرب انه على سبيل المثال الاندر جراوند يشبكك فيه كذا كذا، فتكون سهله، فانت يمكن تاخذ اول يوم بس انك تفتر وتشوف على طاري اخواننا المصريين، خذ الفكره وتشتري بكره. فانت شو تسوي اليوم؟ تاخذ فكره على الاسواق. اوكي، وعلى الاسعار وتاخذ، لان فعلا احيانا يكون في خصومات وايد قويه، لانه يكون هو نفس المول مسوي خصم، ونفس الشيء في فوتشرات، فانت اذا بتشتري يعني شغلات يمكن تطلع عليك القطعه اللي نفسها هناك شايفه هني ارخص. هذه للاسف الشديد المحلات تسوي خصومات، بس احنا عندنا في التلفزيون ما في خصومات للوقت اطلاقا، لان احنا راح نكون في وقت. احنا كنا سعيدين جدا بوجودك معنا استاذ عبد الرحمن الرباح. شخصيه فعلا جميله، استمتعنا بالحوار معك، وان شاء الله تكون انت بعد استمتعت ويانا. تحياتنا لكل الشباب اللي انهم مقررين انهم يسافرون يسوون جدول له علاقه بالسفر في السياحه في الصيف. نتمنى لكم ان شاء الله، مو الصيف، لا خلاص الحين ما في صيف، العطله الجايه. عموما راح نتواصل معكم مع تقرير خاص بالبنات، تعرفونها ملكة الأشياء البناتية، مع شابة كويتية